بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتكم. الحقيقة أنه نصيحتنا أو رسالتنا النهاردة غالية، رسالة غالية لكل واحد بيشوفنا. أحيانا بتكون معاك فلوس كتير، عندك علم، عندك حاجات كتيرة جدا، بس محتاج نصيحة، نصيحة تدلك على الخير، نصيحة أمينة. عشان كده النهاردة رسالتنا هي أن النصيحة غالية، غالية جدا، لأنه لازم تختار الناس اللي تنصحك، يعني مش أي حد ينصحك. والحقيقة أنه أنا مش هقول لكم أنا إيه مواصفات الناصح الأمين. تعالوا نعرف من فضيلة الشيخ أحمد ممدوح من علماء الأزهر الشريف من هو الناصح الأمين، لأنه النصيحة غالية. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا. النصيحة غالية صحيح، وأحيانا الإنسان بيكون عنده كل حاجة، فلوس، أولاد، شغل، لكن محتاج حد ينصحه، يفتقد الجزئية يدله على الطريق ويتكسف جدا يطلب النصيحة، لأنه أحيانا بقول أنا عندي علم، أنا عندي خبرات، لكن أحيانا نطلب النصيحة علشان تدلنا على الطريق الصحيح بنحتاجها. ونصيحة زي المشورة بالضبط، مين نشاوره ومين ينصحنا، وإيه هي مواصفات الناصح الأمين؟ طيب، بداية الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. قبل ما نتكلم على أهمية اختيار الناصح الأمين، لازم نوجه رسالة مهمة جدا للسادة المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي على أهمية النصيحة نفسها. وكون إن المجتمع ككل لن يستقيم حاله إلا إذا تواجد النصح. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث تميم الداري، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وده لعله أحد التعريفات النبوية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للدين، أو تلخيص عمل للدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما كلمات سيدنا النبي قليلة المباني كثيرة المعاني، كلمات قليلة جدا لكن المعاني كثيرة جدا جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمات الموجزة لكنها بتختزل في طياتها معاني كثيرة قوي. يعني وممكن نبسطها شوية، مثلا في الحج النبي لخص الحج وأعمال الحج العظيمة في ركن واحد منه، وقال الحج عرفة. فبالضبط عايزين نلخص الدين، ممكن نقول الدين النصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى نرتب حياتنا كلها إلى أن مفهوم من مفاهيم الدين هو قائم على النصح، النصح في الله ولله، بإخلاص بقى، بإخلاص، لأن النصح في الكتاب وفي السنة ولأئمة المسلمين وعامتهم كما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام. من حضرتك في الكلام حضرتك أنه الناصح الأمين ده لازم يكون مخلص، ده يعني رقم واحد، يبتغي أنه من وصفاته، ده رقم واحد. يعني الأنبياء، كل الأنبياء، وهو ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء لنا لأن هم محل القدوة مننا. قال الله عز وجل: فبهداهم اقتده، خلي دولة القدوة. طب كل الأنبياء من أول سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا إبراهيم حتى وصلوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كلهم قائمين في أقوامهم مقام الناصحين. حتى كما قال الله عز وجل في القرآن عن سيدنا هود: وأنا لكم ناصح أمين. فالناصح يبقى فيه نصح وفيه أمانة، فيه إخلاص، فيه إخلاص في النصح، فيه تمني الخير للغير في النصح، مش إن أنا أنصحه بحاجة معينة أنه يعمل عمل معين بس العمل ده ممكن يوديه في حتة تانية خالص، يعرضه للتهلكة. أنا مؤتمن على الكلمة اللي أنا بقولها. يعني بتقول حضرتك أنه الإنسان ما يطلعش من لسانه نصيحة إلا إذا درسها كويس وكان واثق بإذن الله أنه هتكون في خير اللي قدامه. طبعا ما يفتيش، يعني زي ما بنقول بالشعبي أو باللسان الدارج، ما تكونش ما عندكش خبرات وتعمل نفسك ناصح. يعني عامل التجربة خاصة في الأمور الحياتية مهم جدا. ولذلك لما أنا أستنصح حد، أطلب النصيحة من حد، لازم يكون حد مر بالتجارب دي، حد عنده خبرات كافية إلى أن أنا أخد منه الشيء اللي يخدمني، الشيء اللي يعديني من المطب اللي بيقابلني في حياتي، الشيء اللي ينقلني لنقطة تانية خالص ممكن
خلي بال حضرتك النصيحة دي ممكن تغير حياة إنسان بالكامل. صحيح. ممكن واحد يبقى طبعا ماشي في طريق كده وسبحان الله يقابل شخص معين وياخد منه النصيحة دي حياته كلها تتغير 360 درجة. حقيقي. ليه بقى؟ هو ده بقى مهمة الناصح ومهمة الإنسان العاقل. ان هو مش استفتي قلبك وخلاص. ما هو دايما كتير من الناس يقول لك ايه استفتي قلبك. طب انا قلبي ميال لحاجه معينه. ما هو مش بالضروره ان الميل القلب ده يكون في الصح، يكون فيه الخير لصاحبه نفسه. ما ممكن الميل القلب ده ياخد الانسان يوديه في حته تانية خالص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول لنا في سوره كلنا حافظينها وبيأكد لنا على المعلومه دي وعلى الجمله وعلى القيمه معنا المهمه جدا في حياتنا دي. في سوره العصر ربنا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا استثناء. إلا مين يا رب؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جميل قوي الكلام ده. وتيجي بقى هو ده فعلهم هم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو ده بقى النصح، إن دايما بيتواصوا في استمرارية في النصح. مش انا نصحت وخلاص، مش انا طلبت النصيحه وخلاص، لا ده في دايما تواصي بالحق وتواصي بالصبر. تواصي بالحق ان هو دافع للخير، سواء كان الخير ده في امور الدين او في امور الدنيا. خير دنيوي، واحد داخل على مشروع معين عايز يشتغل في وظيفه معينه فبيبدا يسال الخبرات الاكبر منه. ودايما احط تحتها 100 خط خبرات، مش ان انا اسال اكبر في السن بس. مش لا، بالعمر يا دكتور، يعني بالخبرات. ممكن يكون شاب صغير وعنده مر بخبرات كتيره يقدر بالزبط ينصحك. بالظبط. وممكن يكون حد كبير مع احترامي الشديد ليه ولسنه، الا ان هو ما مرش بالخبرات في المجال ده، فبالتالي النصيحه بتاعته ممكن ما تخدمنيش بل ممكن تاثر عليا بالسلب. اسمح لنا بعد الفاصل فضيله الشيخ نتكلم اكتر عن النصيحه الغاليه وإزاي نصيحة الخير بقى اللي ده عمل الخير وقام بالخير وعمل عنده خبرات كتيرة في العطاء والمحبة والخيرات، إزاي ممكن ندل الناس على الخير وتبقى نصيحة الخير بعد الفاصل. فاصل ونعود إليكم.